إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام، قناة الطيار والأصدقاء. طبعا هي أخوي داخل هشام بيرز أند فريندز. كالعادة الإخوان، زي ما كما كتشوفوا الجو سبحان الله الغيوم. إيوا هادشي اللي عطا الله. سو عرفتي سينما ما عرفت فيري سو قبالة. الموضوع ديال اليوم غادي نتابعو فين بقينا مع البيض. كتشوفو كما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت غنحاولو نخزنو البيض ونوليكم نتابعو المراحل اللي درنا. بسم الله. سو اسيك اذا راه خزيت معسا واخا نعيفا فيدر met ons onderwerp van eieren bewaren. En later ga ik vertellen wat is het voordeel hiervan. Kijk maar, kijk je voor echt gewoon uit. Bij de wacht. Daar word je voor verraad. Inshallah. Voor de lach maar berg. Voor ons jongens. Kijk wat we hier allemaal hier, hier hebben. Kijk maar, kijk maar echt gewoon. En houden. العام ان شاء الله باذن الله ننتجو طفرات ديال الحصن الاحمر. اللهم بارك، راه حاطه البيض ما شاء الله. اللهم بارك، دعوا معنا ودعوا مع الجميع. بقينا مع كيفاش كنبدلوا البيض الاخوان. هانتوما كما كتشوفوا هنايا هذا اللهم بارك راه حاطه ثلاثة ديال البيضات. هادو وراء بيض بلاستيكي. سو اسيدي كان سيني معاسا ساعات تدري عايشي سير خلاخت ما رديت سن فن سن نب اير. نقول نوريكم بالضبط شنو درت الاخوان. راه اليوم الثالث اللي حطات فيه، لا اليوم الثاني و انا نقول لكم بالضبط كيفاش اليوم الثاني والثالث. هادشي اللي كاين الساعة. الجو سبحان الله تيتبدل. سؤالي اللي بغيت ماسا تفير كافروندرا كاو دبارم مع المرات الاخوان 27 28 درجة و الغدي تتكون 17 درجة. يعني فراختي فهمتي بحال كي بحال تيقولو شنو واقع. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشيو نوريكم كيفاش باش ندير تخزين البيض. الطريقة زعما ساهلة. واخا نعرف في هاد الكاي كان هاد مانيير فان اير بفارة. كما كتشوفوا كاع الإناث جالسين على البيض. اللهم بارك، اللهم بارك. هادو الكنار جالسين على البيض ديال ديال المقنين، ديال المقنين وديال وديال الحصن الأحمر. اللهم بارك. دعوا معنا إخوان، دعوا مع الجميع. انا اوريكم بالضبط شنو درت الاخوان. نعم صديقة كالعادة عندما كما كتشوفوا الاخوان هذا البيض هذا الكبير هذا تيكون ديال الكنار. هذا البيض الصغير هذا الحجم ديال الصغير. هذا الثاني هذا الثلاثه اللي كتشوفوا اللي تابعين هذا الكبيره هذا ديال الحصون الاحمر. هادو ديال الحصون العادي الحصون الاصفر الله مبارك. وهادو تما ديال الكنار. يعني هذا اليوم الثالث اللي كان البارح ما قدمت والو، قدمت فيديو واحد اخر. اليوم يعمل اليوم الثالث يعني باش نقول لكم الفكره كي دايره. يعني النهار الاول راه وريتكم الطريقه كي دايره. كتحيد البيضه ديال البيضه زعما الحقيقيه كتحيدها كتحط بيضه بلاستيكيه في في العش كما شفتوا وكتمشي بداك الريتم. يعني كل صباح كتدخل كتبدل كتحيد الحقيقيه وكتحط ديال البلاستيك.
Zoals jullie kunnen zien, mensen, ik heb de eieren weggehaald, dus vervangen. Dus elke dag in de ochtend haal ik de echte ei en vervang ik door een plastic ei. En zo ga je verder tot de vierde dag. Ja? Dan kan ik jullie morgen verder uitleggen wat gaan we de vierde dag precies doen. En wat is, wat, ja, wat zit precies hierachter. Wat zijn de voordelen? Chili kan een echo aan. بالنسبة لليوم يعني اليوم في اليوم الثالث اليوم الثاني رانا ما وريتوش لكم يعني نفس المشكل كتنوض الصباح كتحيد البيضة العادية وكتحط بيضة بلاستيكية وكتحط الراس كما قلنا الراس كتحطو في الطحين والظهر كتحطو هو اللي كيبقى في الجهة الفوقانية بهذا الشكل. هادشي اللي كاين هاد الساعة الإخوان يعني واليوم الرابع غنوريكم بالضبط شنو غادي نديرو وشنو هما الإيجابيات في هاد الحالة. أوكي هادشي اللي كاين هاد الساعة الإخوان بالنسبة لليوم. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. احنا غادي بمراحل باش ما يكثرش عليكم داكشي. ونسأل الله يكون كلشي بخير وعلى خير وصحة جيدة. إذا عندكم شي أسئلة تسألونا ما كاين حتى شي مشكلة الإخوان ديك الساعة نجاوبوكم حنا ما كاين حتى شي مشكل. That was for vandaag dames en heren. Ik denk dat het duidelijk was hoe we dat doen tot de derde dag. We gaan morgen gaan we verder met de vierde dag. Hebben jullie vragen of wat dan ook, laat een bericht hierachter. Kan ik jou een antwoord geven. Ja, we willen alleen maar beter hiervan worden. Hebben jullie opmerkingen of wat dan ook? Ook prima. Ja? Nou, we blijven eventjes kijken naar deze. Mooie vogels. Oh, mensen, like de video. Like de video. Echwan. Brek jij die like naar haar nooit in. Brek, brek, brek. Brek, dabbe, dabbe, dabbe. Dabbe, en ze kan zien hoe brek jij die like. Bas die druk op tab. Oh, maakom. Goddar, inshallah. Even de video. Al-Qadim. Ja, ma sha Allah, tkun op صحة جيدة. والشير والديلة ما انسى ديلة ايوا كان معكم هشام قناة الطيور والاصدقاء. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبخ الكير تطبخ كان معكم هشام.